إذن مباشرة عبر صفحة الفيسبوك متابعينا، إذن هذا حادث مرور مأساوي يقع بالطريق الوطني رقم 2 بالقرب من مدينة حاسي الغلة دائرة العمرية من أمام الجسر، أين وقعت واصطدمت سيارتين بالطريق وأدت إلى وفاة 6 أشخاص بعين المكان. وفي هذه اللحظات كما تتابعون مصالح الحماية المدنية وفرق الدرك الوطني تقوم بدورها في إخراج الضحايا ونقلهم إلى المستشفى. إحدى العائلات على ما يبدو قادمة من ولاية سيدي بلعباس حسب لوحة الترقيم رقم 22، وسنحاول طبعا التعرف على بعض المعلومات الخاصة أو المعلومات الأولية الخاصة بهذا الحادث. من فضلك الرائد مراد بن سالم، ربما بعض المعطيات الخاصة بهذا الحادث المأساوي الذي نشهده اليوم بطريق الوطني رقم 2، ماذا عن المعطيات الأولية الخاصة بهذا الحادث؟ للأسف الشديد كما نلاحظ هنا في هذا المكان فيه سقوط سيارة من نوع دوسويت، سيارة سياحية من أعلى الجسر على الطريق الوطني رقم 2 الذي يربط بين ولايتين كما نشوفوا وهران. الحصيلة للأسف الشديد كانت يعني فيه 6 وفيات كلهم شبان، وتبقى يعني دائما أسباب الحرب تبقى مجهولة. كما نشوفوا مصالح المختصة مصالح الضباط المرابطين متواجدين في عين المكان يعني للتحقيق في أسباب الحرب. الضحايا تم يعني فور التدخل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى حاسي الغلة، وعمليات تبقى دائما جارية لتأمين الطريق طبعا فيه 6 ضحايا، هل كلهم موتى ام فيه ربما ضحايا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة؟ للاسف الشديد احنا فور يعني الوصول الى المكان يعني تم العثور على 5 ضحايا داخل السيارة التي سقطت من اعلى الجسر، بالاضافة الى شاب اخر يعني مر بمقربة من السيارة يعني لاسباب مجهوله، سواء يعني احتمال انه يعني تلقى دهس من قبل السياره او يعني كان داخل السياره ونظرا يعني للسقوط الحر للارشيف ليبل تاع السياره من هذا الجسر، ممكن يعني كان يعني رمي من السياره الى خارج الطريق. شكرا على كل هذه المعطيات الرائد مراد بن سالم. إذا هذا الحادث المأساوي الذي جرى منذ لحظات فقط هنا بطريق الوطني رقم 2 بالقرب من مدينة حاسي الغلة. إذا الضحايا كما ذكر الرائد 6 وفيات نقلوا إلى المستشفى رحمهم الله. إذا
للأسف نفقد العديد من المواطنين هذه الأيام في حوادث مرور خطيرة، لذا وجب أخذ الحيطة وتفادي السرعة المفرطة في هذه الأوقات، خاصة الأوقات الليلية. طبعا مصالح الدرك الوطني تقوم بالتحريات لمعرفة أسباب هذا الحادث الذي أدى إلى ارتطام هذه السيارات وطبعا سقوطها من أعلى الجسر. كما تلاحظون هذا هو الجسر الذي سقطت منه السيارتين. أذكر أن هذا الطريق الوطني رقم 2 يؤدي من مدينة وهران إلى مدينة عين تيمشانت وبالتحديد بالقرب من مدينة حاسلغلة. يبدو أن السيارتين كانت قادمتين من شاطئ الساسل ومتوجهتين إلى مدينة حاسلغلة، إلا أن الحادث وقع وأدى إلى سقوط السيارتين من أعلى الجسر. حتى الآن ليس هناك معطيات دقيقة فيما يخص ما حدث. نعم، كان سيارة واحدة أو هذه كانت جاية حكم الطريق نورمال. تفضلي. صح، هذه جاءت من فوق على الجسر، سيارة سقطت وطحت على سيارة جاية في الطريق القادم. صح، إذا تم تصحيح ربما بعض المعطيات. سيارة واحدة فقط وهي من نوع 208 بوجو هي التي سقطت من على الجسر وارتطمت بسيارة أخرى كانت بالطريق رقم 2. قادمة من ولاية وهران؟ الأولى قادمة من شاطئ ساسل، أما الثانية قادمة من ولاية وهران. إذن معنا ممثل جهاز الدرك الوطني لمعرفة حيثيات هذا الحادث. هل لديكم معطيات فيما يخص أسباب وقوع هذا الحادث المأساوي؟ الرائد عثمان مراد عبد الرحيم قائد كتيبة الإقليم للدرك الوطني بالعمرية. هذا اليوم شهد طريق وطني رقم 2
حادث مرور مميت، فمثلا في سقوط حر لسياره من نوع بسيط من اعلى الجسر، مما تسبب في وفاه 6 اشخاص، تم تسخير في سبيل ذلك كل الامكانيات الماديه والبشريه، كما تم الاستعانه بخريطه المرور لمعرفه اسباب الحادث. هل لديكم ربما معطيات فيما يخص سبب سقوط السياره من اعلى الجسر؟ الى حد الساعه تحليات متواصله، لكن يمكن نرشح سبب في فقدان السيطره نتيجه السرعه المطلقه. فقدان السيطره على السياره. شكرا. اذا كانت هذه بعض المعطيات حول الحادث المروري، طبعا هي معطيات أولية والتي تقول أن ربما السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على السيارة هو الذي أدى إلى سقوطها من أعلى الجسر. هذه السيارة اصطدمت بسيارة أخرى كانت قادمة من ولاية وهران، وأدى هذا الحادث إلى وفاة 6 أشخاص بعين المكان. Thank you.